السلام عليكم، معكم مصممة فاطمة سارة الحمدوني، معروفة بأناقة بلادي، منظمة الشوتينغ أناقة بلادي اللي كيفتح الأبواب ديالو العارضين والعارضات المبتدئين والمبتدئات. كنعاونوا هاد الناس باش يحققوا بعض الأحلام ديالهم في مجال الموضة والأزياء. خليناهم يعيشوا طقوس ديال عارض أزياء محترف بالنصائح اللي قدمناها لهم، بالتدريبات اللي عطيناها لهم، وبجلسة التصوير المحترفة اللي دوزناها معاهم بالقفطان المغربي الأصيل وبالنسبة للعارضات، وبجبادور وبلي كوستيم بالنسبة للعارضين. هذا الشيء كامل كيرجع الفضل لي زاسيستون اللي وقفوا معنا، الله يجازيهم بخير. كنشكر مسيو بدر على المجهودات الجبارة ديالو اللي قامها معنا. كنشكر لي فوتوغراف منهم مسيو عزيز، مسيو نور الدين ميراد. كنشكر رياض عمور على الثقة ديالهم فينا. معكم بدر بونخلا، عارض بمدينة فاس وحاصل على لقب أحسن عارض بالمغرب. اليوم عندنا الدورة الثانية ديال شوتينغ أناقة بلادي بمدينة فاس. الحمد لله توفقنا في الحضور ديال بزاف ديال المدن بحال مدينة كازا، قنيطرة، تطوان وأزرو، وما نساوش مدينة مكناس اللي هي مجاورة لمدينة فاس، وبيان سور الناس المحليين في مدينة فاس. كنشكر فاطمة زهراء بن حمدون اللي هي معروفة عندنا في فاس بأناقة بلادي، وكنشكر المنظمين اللي معنا كلهم، وخاصة المصورين، وكنشكر رياض عمور تريتور اللي معنا. السلام عليكم، معكم فاطمة الزهراء من مدينة مكناس، جايين نشارك في هذا الشوتينغ أول مرة. وتنشكر فاطمة الزهراء الحمدويين وبعض الطوب موديل. Bonjour à tous, je m'appelle Myriam Abouk, j'ai 18 ans. J'ai étudié l'informatique et j'ai acquis une formation des langues français et anglais. J'ai أناقة بلادي وأنا متحمسة جدا لهذا الميدان باسكو كيعجبني بزاف. وعلاش لا ما نوليش انترناسيونال؟ وكذلك كيعجبني حتى التمثيل، باري عارف التمثيل إن شاء الله، وعلاش لا حتى هو نولي انترناسيونال. وكنتمنى للناس اللي معايا هنا كاملين أنهم يوليو داكشي اللي بغاو. سميتي محمد شويشو، كنسكن فاس، جيت ندوز شوتينغ مع أناقة بلادي. دي شوتينغ داز زوين، ولي كوستيم تاع أناقة بلادي شي حاجه زوينه، وتحتنا الفرصه باش ندوزو شوتينغ بحال هذا في مدينه فاس. السلام عليكم، معكم ساره المهداوي من مدينه فاس، سن 22 سنه. انا فرحانه بزاف ويحصل لي الشرف انني ندوز في هذا الشوتينغ ونشارك مع أناقة بلادي اللي هي كانت احسن تمثيل للمدينه ديالنا اللي هي فاس. وكنشكر بزاف اللي كانوا معايا كاملين، كنقول لهم بون كوراج. وكنشكر مدام فاطمه الزهراء وميسيو بدر. معكم حمزه المقام، مدينه المضيق تطوان، السن ديالي 19 سنه. نجد مسرور بانني شاركت في هذا الشوتينغ بروفيسيونيل فاس، وانا طالب بكليه عبد الملك السعدي مارتين شعبه القانون. والسبب الوحيد هو اللي خلاني نكون حاضر في هذا الشوتينغ هو انني كنثق بالقدرات ديالي، وكنت فاسي نقدر نوصل لشي مستوى الافضل في هذا الدومين هذا. معكم مكان نورا الشايب، جيت لهذه الدوره التكوينيه باش نتدرب على طقوس ديال عروض الازياء كي كيكونوا، ونعرف لي شوتينغ كي كيدوزوا. وانا تنشكر بزاف المنظمين ديال هذه الدوره التكوينيه اللي هما مدام فاطمة الزهراء وتوب موديل ماروك بدر بونخلا. معكم سناء من مكناس، العمر 21 سنه، كنقرا في كليه الحقوق. شفت واحد الاعلان في الفيسبوك دايره مدام فاطمة الزهراء وبدر حول دوره الشوتينغ، وجيت باش نكتشف ونعرف لي ديتاي ديال هذا المجال. معكم فاطمة الزهراء جمالي من مدينه فاس، العمر ديالي 20 سنه، جو سوي اوتيس دو لير، و جي في لانونس دو أناقة بلادي سور فيسبوك، جي دي بوركوا با علاش ما نشاركش. فوالا جربت حطي وجيت وشاركت و تو سي بيان باسي، وعجبني الحال، وبغيت نشكر مدام فاطمة الزهراء حمداوي ومسيو بدر. السلام عليكم، معكم يسرى عماري من مدينه فاس. المهم جيت نشارك في هذه المسابقه هذه، المهم جيت نشارك في هذا الشوتينغ هذا، وثالث مرة باش كنشارك في هذا الشوتينغ، وكنتمنى إن شاء الله نوصل داك الشيء اللي باغا. وكنشكر الأستاذة والمصممة فاطمة الزهراء الحمدوني،
وكنشكر على القفاطين اللي دارتهم. معكم إيمان شويشو، احنا اليوم في شوتينغ مع ستيليست فاطمة زهراء الحمدوني. اليوم رحني في فريد عمور، هذا الشوتينغ الثالث. معكم خديجة عاشي من مدينة مكناس، جيت باش نشارك في هذه المسابقة ديال الشوتينغ في مدينة فاس. كنقدم تحية كبيرة للمصممة فاطمة زهراء الحمدوني والتوب موديل بدر. عجبتني هاد الاجواء ديال الشوتينغ، لي التوني، كل شيء صراحه كان زوين. كنتمنى انني نكون عارضه ازياء انترناسيونال ونعطي المزيد المزيد. السلام عليكم، سميتي دعاء بتولي، سن 9 سنوات، حاصله على اللقب 2020 من ميس 2020. شرف لي نكون حاضره في هذا العام الجيد للدورة الثانية للشوتينغ أناقة بلادي بمدينة فاس. كنشكر المصممة فاطمة زهراء الحمدوني.